يا جماعة احنا اول مكان اللي نروح له هو سوق مريدي قبل اي مكان اخر. سوق ايه؟ وده وقته؟ انا قلت لك عايزين نسافر بسرعة يا استاذ سام. استاذ ناجي يسمعوني الكل، انتوا ناس مصريين والوثائق اللي يتحملوها كلها مصرية، احتمال يشكون بيكم ياخذوكم بالطريق ويمكن يحبسونا كلنا. طيب واحنا دلوقتي هنروح السوق نعمل ايه؟ نعمل وثائق عراقية، هوية عراقية، مستندات عراقية، شهادة جنسية عراقية، باسبورتات عراقية، وتتمشون في كل مكان من مكانات العراق وكأنكم عراقيين. وحنمشي كده بجوازات سفر مزورة يا أستاذ سامي؟ يا معود يا مزورة، الوثائق اللي بسوق مريدي أضبط من الوثائق اللي موجودة عند الحكومة. هي الحكومة إذا صار عندها زحمة تستلف من سوق مريدي. يا سلام. اه طبعا. حاجة حلوة خالص. استاذ ناجي. نعم. بلا فخر، في سوق مريدي عندنا مؤسسة تزوير تعتبر من أعلى المؤسسات التزوير في العالم. اطلع على سوق مريدي. تفضل يا ابو تفضل يا هلا يا مية هلا بيكم. اشكرك. استريح. كل دول جايين ياخدوا هويات وباسبورتات مزوره؟ لا، الباسبورتات كلها سهله. الرجل اللي مسؤول على هذا المكتب دكتور شلاقة. دكتور مين؟ شلاقة. شلاقة؟ آه. اسمه كده؟ عبقري، أي حاجة تريدها يعمل، يعني شهادة وفاة، شهادة زواج، دكتوراه، ماجستير، حقة بيت، كل اللي تريده يسوي لك إياه. العفو، تفضلوا دكتور، رأيكم. دكتور شلاقة، جيناك مهمة صعبة. أنا أبو المهمات الصعبة. لا أكيد، بس ردنا وثائق كلش مهمة، فلا تخجلنا ويا ضيوف. نعم؟ تخجلنا ويا ضيوف يعني. أرجوك أرجوك أستاذ، هذه ما مقبولة منك. أنا أنت تشكك بنزاهتي. أنا الوثيقة اللي أسويها أخليك بها تدخل الأمم المتحدة، أنا وثيقتي مضمونة. أنا ما فد يوم إجا واحد رجع لي وثيقة وقال لي بها خطأ. اللهم صل على النبي. أنا قلت جامد قوي جامد. أنا دكتور شلاقة، أنا نزيه، أنا والنزاهة توأم. ومع هذا اتفضل، شنو المطلوب؟ 9 جوازات جي عراقية، 9 أحوال مدنية، 9 شهادات جنسية. حلو، وش وقت تردوها؟ اليوم حالا. يعني عندكم صور؟ جايبين لكم صور؟ كل اللي تريده موجود استاذ ناجي. الصور حلو حلو، بس اساتذه الشغله المستعجله تختلف عن الشغلة المرتاحة، يعني إذا تردوها اليوم كل شيء بحسابه. أنا عناية ليك. إحنا هندفع أخضر وفلوسنا على الترابيزة. الله، أنا حبيتك من أول ما شفتك، حبيتك. ما أعرف الأستاذ شنو اسمه؟ وأنت يهمك اسمي في إيه؟ أنت هتعمل جوازات جديدة بأسامي جديدة، الاسم اللي يعجبك حطه في الجواز. صحيح، ومع هذا أنا حبيتك وراح أختار لك اسم، أختار لك اسم موسيقي. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم. حلو حلو، مقبول منك برضه. أوكي، أما باقي الأسماء اتركها علي. رائد رائد. نعم عمي. باب لك عمي. شنو أثول؟
العفو دكتور. أخذ هذه الصور. نعم. سوي لي 9 جوازات جي. تأمر. 9 هويات أحوال مدنية. تأمر. 9 شهادات جنسية. نعم. وسوي لي هويات توظيف. وين تريد أوظفهم أستاذ جاسم؟ أستاذ جاسم؟ أنا جاسم. وظفهم أنت بقى بمعرفتك. يعني تشكيلة. سوي لي كوكتيل. كوكتيل؟ الخلاط عاطل. لك أثول. كوكتيل مو عصير. سوي لي كوكتيل وزارات. يعني خلي لي واحد على الزراعة، واحد على الصحة، واحد على الصناعة، واحد على التجارة، وخلي لي واحد على النفط. النفط خلي النفط ده على الجواز بتاعي. أنا أحب النفط. لا أستاذ لا، أني مخليك على وزارة الخارجية. لا 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 بلاش الخارجية. أنا الخارجية قضيت فيها وقت طويل. يعني أنا أحب النفط أوي. هما بيعملوا إيه كل ده؟ دول اتأخروا أوي. الغايب حجته معاه زمانهم جايين. أنا مش فاهم يعني إيه الحكمة إن هم يعملوا لنا باسبورتات عراق؟ وبعدين أنا مفتخر بطنط المصرية دي. أيوة مفتخر بطنط المصرية. ما أنت ديك سمعت يا عبد عمك سعد بيقول لك إيه؟ بيقول لك وجود المصريين هنا بيعمل لهم قلق. يا أخي المصريين دول بيعملوا مشاكل في أي حتة. أيوة لما أقصد يعني ما ينفعش يعمل لي باسبور ليبي، أهو برضه ينفع لو الدنيا لطشت مع الواحد. تفضل استاذ. شكرا. لا ما ترجعش ورايا، انا فلوسي مضمونه 100%. انا جايبهم من البنك عليك عادل.